سمعت الجواب بس لما راشد اي واحد اي فنان غادي يسمع كلمه عليه بهذيك الطريقه راه غادي يجاوبك نورمال هكذاك. انا ما قصدتش لما راشد كشخصه وحده، حيت انا اصلا الاغنيه ما كنتش نعرف شكون اللي كيغنيها بعدها الثانيه. انا سمعت الكلمات، انا كنشوف الكلام، ما كنحكمش على الفنان هو في وجهه ولا في شخصيته ولا شي. الفنان راه كيبقى فنان، انا كنحترمو كاملين، حنا تراب الرجال كما كيقولوا. انا كنهضر على الكلام، ما كنهضرش عليها هي كشخص، هي كشخص راه فنانه وكنحترمها وكنحترم اي واحد.